منت العربية أغنية كلمات وألحان تراث ومن توزيع بدر المخلوقي، طبيعة الحال كليب تصوير وجدي جاموسي، وطبيعة الحال مجموعة من الناس اللي فعلا ساهموا لهذه الأغنية. بالنسبة لي الحان مديرة شوية الجدل لأنه الموضوع كله على الصحراء. يعني حتى في الأغنية من اللي بديتها هاشتاغ ديالي صحراء مغربية، صورتها في الصحراء وصورتها في العيون، صورتها بينت جمالية الغراد كيف كنقولوا احنا في الصحراء جمالية، وبينت الموروث الثقافي الحساني فيها من خيمة ومن عادات ومن اكسسوارات صحراوية 100%. بينا حتى انه كان عندنا جبنا الاكسسوارات من دار الجنوب اللي هي كنوز الصحراء، كاينين من المتحف ديال الصحراء، كاينين عندنا تما قطع اللي عندهم اكثر من 600 سنة فصورنا بهم، والحمد لله الحمد لله انا راضي على الاغنيه لانه بعد شويه كتعرفوا من بعد كتبغيني ولا درت ولد امو بالصحراء وهي اغنيتي. من وراها عاود ثاني مشيت ليقولوا ما بغاو الراب، وقلت عاود ثاني نرجع للحسانيه لانه حنا قلال اللي كنمثلوا له الاغنيه الحسانيه، فخاص على الاقل واحد يبقى يعني في انا مغربيه. انا كيف كنقول لهم انا الناس كيبغوني لاني مغربيه ماشي لاني صحراويه، فلاني مغربيه انا كنمثل المغرب كامل، ولكن في اللون الغنائي كيعجبني نمثل لوني لانه انا كنتمي. لا بزاف الناس بارطاجوا بعض الصور، الناس تعرفي عادي كاين اصحاب الحسنات دائما كيدخلوا يقلبوا غير الحاجه اللي فيها كيبغوا البوز وهذا الشيء. انا صورت الكليب عادي كل شيء عادي لانه بالرياح والبرد، وخاصه انا اللي مصورين الزيوليان يعني لانه فيهم كاين الطاقه في, 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 في الصحراء ديال الريح، ف بين الاشياء اللي هي دايره البوز كتضحك شويه يعني اخذوا بعض الصور وداروا بها يعني بعض الطرائف خرجوا. لا هي بالصح ولكن فيها شويه ديال الفوتوشوب يعني زادوا فيه شويه، وخاصه مع الريح لانه البرد فزادوا. المهم لانه فرط في شبرين من الارض وصافي قال الله اللي بغى يقول يقول يقولوا ما بغاو يقولوا ما بغاو كنجاوبهم اغنيتنا يقولوا ما بغاو يقولوا ما بغاو. طلعنا لفوق الجبل هذاك ديال الرمله يعني الغرد او التلال الرمليه، طلعنا باش غادي نهزو نعاونوهم نمشيو بالاغراض غير نمشيو بهم، تلاحينا من فوق الارض طحنا عطاوني الساندويشات انا لانه انا ايه لاستاغ، ولكن في نفس الوقت راه كنعاون هزيت الساندويشات الناس كيتسناو باش غادي ياكلوا الساندويشات مع عند سعيده، جايبه الساندويشات داكشي وحطيتهم في الرمله قلت لهم بلاتي نصاوب حوايجي، حطيت الساندويشات في الرمله كلشي عامر بالرمله باش غياكلوا، خاصنا 40 كيلومتر باش توصلي غير للمدينه. كلشي عيطوا لي بزاف باركوا لي محمد زيت، بارك لي فنانين كتار، باركوا لي زكريا غفولي، بهاوي بالعياش، سعد مجرد، دار لي جيم، بزاف ديال الفنانين عجبتهم عيطوا لي صراحه، مراد اسمر وعاد لي لانه بقي الله يلا كاين بقي الله كيشوفها لانه يلا طلعت تقريبا. لا في واحد الفتره عندهم الحق عندهم الحق، هذا لباس صحراوي هذا لباسنا، ولكن بالنسبه لواحد الفتره العام الفايت كنت ماشي جده درت قفطان ملحفه مع صوفيا الحريشي، ف بون الشكل كاين اللي عجبو كاين اللي انتقدو، فملي شفت الانتقاد رجعت لوني. مستحيل غادي تلقى بزاف ديال الناس كلشي غيمشيو معاك في نفس الريتم وغادي يبغوك بنفس الطريقه، كاينين الناس معاك كاينين الناس ضدك، واخا دير اللي درتي غادي تلقى الناس كينتقدوك. لا لانه قتلوني الناس في التليفون وفي الانستغرام وفي هذا كيقول لك لا واش زوينه بالماكياج ولا بلا ماكياج، كنقول ما عندوش علاقه بالزين، كل انسان خلقنا الله عنده حقه ديال الزين، غير انه فعلا انا بشرتي كيف كنقول في بعض برامج اخرى كيف كتشوفي راه بشره الا فيها شي حاجه راه كتبان، انا ما يمكنش لي غادي ندعي شي حاجه وهي ما فيهاش. تصوري واحد يتلاقى معايا ويلقى وجهي كامل متقب غادي نقول له بحال كنكذب عليه، فانا محيت الماكياج
ومع ميك اب ارتست اللي هو معروف وتحيه لجواد بينغو اللي انا صديقي باش يعني يشوفوا بشرتي على اصلها ودرت قبل وبعد باش يشوفوا خدمته يعني ماشي انه باش نبان راني بلا ماكياج زعما راني زوينه ولا خايبه داكشي اللي عطاني الله زوينه ولا خايبه صافي اللي عطى الله عطى انا صديقة جواد بينغو صديقة دنيا باطمة دنيا باطمة ما عنديش معها حتى شي خلاف بالعكس كنتلاقى معها كتعنقني نعنقها عادي ما عنديش معها اي مشكل وبالعكس وفنانة كنقدرها وعيطت لي يعني في حفلاتها ولا هذا ملي كت يعني حتى ديما كندير لها جيم لي فوتو ديالها لي فيديو هي كذلك ديما كدير لي جيم لي فوتو لي فيديو ديالي في الانستا وفي كل شيء وجواد حتى هو صديقي يعني من اعز اصدقائي لانه انا بيناتهم خلاف الله يصلح الخلاف يعني ما الله يصفي الخواطر قربي عادي واش قولي لي صراحه واش باين لك ولا تسمعي فيا شوفوا اسناني عاوزين قربوا الكاميرا ها قرب عندي قربوا لي الكاميرا مزيان ها الدليل على اني ما دارش ولا تسمعي اسناني عاوزين من تحتها نورمالمون هادشي ما خاصنيش نقولو ولكن سناني صف واحد من الفوق دابا يلاه غندير لي غوتيغ غندير دوك لي غوتيغ انفيزيبل باش تلقى سناني لانه ما بغاش ندير ما يمكنش نديرو لتسمى لانه ما عنديش معاك لافابو انا كنسميه لافابو لا انا ما عندي ما كنعرفش فناني اللي دايري لافابو ولا ما دايريش لافابو انا كل واحد حر في نفسه حيت كاين فرق بين هوليوود سمايل وبين ديزاينر سمايل ديزاينر سمايل انسان كيصلح اسنانه باش يبانو احسن يعني فهمتيني ولكن هوليوود انا بالنسبه لي كنتكلم كسعيده ما عنديش معاها الله يرزقنا الصحة أنا يخلي لي غير أولادي ويخلي لي صحتي وجمهوري بارك عليا والله ما تتبغى نهضر فوالي لأنه كنهضر بعفوية أنا في طبيعتي كنهضر بعفوية فاش كيسوني إنسان ما كان يكذبش ما كان تصنعش خاصني نقول شنو كاين ودابا بعض الإنسان ما كيفرقوش الناس يا ربي بعض الناس أنه فرق بين أنك تكذب عليهم وأنك تخبي فهمتيني كنخبي باش ما نأذيش الناس بشي حاجة ولكن ما نكذبش عليك السيدة في السجن حكموا عليها بخمس سنوات اعتقد خمس سنوات وقالوا لها بان ترجع لي الفلوس فما عطاتني والو باقي ما كاين والو يعني بالنسبه للفلوس ولكن هي راه في السجن المهم اي واحد تعدى حدود وهذا القانون ياخذ مجرى هذا هو انا دابا عندي غير البروموسيون ديال الكليب من بعد الكليب مباشره ان شاء الله من بعد البروموسيون ديال الكليب ديالي غادي ندير مباشره لي فيديو غنبدا مع جمهوري وغادي ندير لهم مسابقات وكل شيء ان شاء الله غيفوزوا معايا بجوائز وهدايا العيالات طبيعة الحال أنا لست في محط أنني نعطي أو نحكم أو نعطي تقييم للأغنية وأنا فنانة بحالي بحالهم الجمهور هو اللي كيعطي تقييم للأغنية وأنا بالنسبة لي كيف كنقول دائما اليوتيوب ليس معيار للنجاح اليوتيوب ليس معيار للنجاح بدليل أنه كاينين عندنا فنانين كبار قبل ما تكون كاع اليوتيوب أصلا فما عندوش علاقة فنان يوتيوب كيبقى فنان يوتيوب ولكن كاينين عندنا اصوات رائعه يعني من الشباب الحاليين كاين اصوات جميله منهم زكريا غفولي منهم بهاوي منهم بالعياشي منهم كاين اصوات زوينه يعني معكم سعيده شرف تابعوا جديدي على لالا بلوس دائما من القلب للقلب وبدون تاشيره